السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كثيرا ما يحدث ان تستوقف سيارة اجرة وتفاجأ بوجود زبونة او زبون، مع ذلك يسألك السائق عن الوجهة التي تريد اليها، وإذا ما وافقت الوجهة التي يمضي إليها الزبون الذي ركب قبلك دعاك إلى الركوب. يحدث ذلك في كل المدن، وكثيرا ما تسبب في منازعات. حدث ذلك في مدينة مكناس مع الحاج العربي بن تهامي أستاذ اللغة العربية المتقاعد منذ 5 سنين. نحن في العام 12 و2000، في 18 من ماي صلى الحاج العربي الظهر في مسجد الحسن الثاني كما دأب على ذلك، هو المسجد الأقرب إلى سكنه. بعد أن قضيت الصلاة وقف دقائق مع رجال يعرفهم في باب المسجد وتبادل معهم حديثا عابرا غلبت عليه المجاملة. بعد ذلك مشى 10 من الأمتار في شارع عبد الكريم الخطابي، كان يتوقف مرة بعد أخرى يرصد سيارة أجرة، ثم ظهرت واحدة لوح بيده، توقفت السيارة، ولما اقترب لاحظ وجود زبون بجانب السائق. كان السائق قد مد عنقه نحوه، لم ينتظر أن يسأله عن وجهته وبادره بأنه يريد إلى المحطة الطرقية، فدعاه إلى الركوب. صعد وألقى بالتحية ثم صمت. لم يكن الحاج العربي يريد السفر، ولكنه كان يريد إلى وكالته البنكية التي تقع في محيط المحطة الطرقية ومن ثم إلى السوق. من المذياع يأتي قرآن مرتل بصوت القارئ المغربي المعروف عبد الحميد حسين وتلاوته المغربية المميزة. ثم فجأة رن هاتف في جيب الزبون الجالس إلى جانب السائق، وسمع صوته الذي لا تنقصه الخشونة يرد. لم يكن قد رأى وجهه ولا هو يستطيع رؤيته، وقد جلس خلفه مباشرة. اضطر السائق إلى خفض صوت المذياع، ولم يعد يسمع سوى صوت الزبون الجالس إلى جانبه. انخرط الرجل في حديث هاتفي بصوت مرتفع يتجاهل من معه في السيارة، وبالرغم من أن الحاج العربي بن تهامي حاول أن يتفادى الاهتمام بما يقوله الرجل الذي لا يرى سوى جزء من قفاه الذي يدل على بنية جسمانية قوية، إلا أن حديثه بصوت مرتفع وقيامه بحركات توحي بأنه يرى الذي يتحدث إليه، كل ذلك جعل أستاذ اللغة العربية المتقاعد يتابع من حيث لا يدري الجدال الذي انخرط فيه الرجل مع محدثه عبر الهاتف. وكذلك فهم أن صاحب القفا السميكة يشتغل مقاولا في البناء، وأن مشكلته مع شخص اسمه الغالي، ذكر اسمه عدة مرات، وقد يكون تاجرا في مواد البناء. كان الرجل يتحدث بصوت مرتفع ولا يبدي أي تحفظ، وما لبث الحاج العربي أن عرف أن الغالي لم يوفي بوعد قطعه لذي الرقبة المكتنزة الذي أمامه، وقام بصرف شيك بقيمة 15,000 درهم كان قد سلمه إياه على سبيل الضمان. ومن سياق الحديث الذي لم يكن يسمع منه إلا ما ينطق به الجالس أمام السائق، ظن الحاج العربي أن الغالي ذكره بأن الشيك ما يدفع إلا ليصرف، وأن القانون يحظر دفع الشيك أو تسلمه كضمانة. اليد التي يمسك بها الرجل هاتفه المحمول، يده اليسرى، تحمل وشما على ظاهرها شكل قلب يخترقه سهم. المادة التي خط بها صار لونها باهتا بما يشي بأن الوشم قديم. ثم أنهى الرجل مكالمته، وقال الحاج العربي في نفسه أخيرا سيسكت. هم سائق سيارة الأجرة أن يرفع صوت الراديو كاسيت ويشغل من جديد شريط القرآن الكريم
المرتل بصوت المقرئ المغربي عبد الحميد حسين. كان الحاج العربي يعشق طريقته في الترتيل، ولكن في تلك اللحظة رن الهاتف من جديد في جيب ذلك الزبون، وعلى نفس منواله في تجاهل الذين معه عاد صوته الخشن ليرد: ألو. أصيب الحاج العربي وسائق التاكسي لا شك في ذلك بالإحباط، ها هو سيعود بصوته الخشن ليملأ المقصورة بصياحه وصراخه. انخرط ذو الرقبة المكتنزة في حديث جديد وبدأ يخوض في موضوع آخر. سمع يقول للذي اتصل به: بلغه بأنه إذا لم يسدد غدا ما بقي بذمته فسوف أذبحه. هل سمعت؟ سوف أذبحه، أنحره كما تنحر الشاة. وانطلق يقسم بأغلظ الأيمان وبمن هم الأعز لديه بأنه سيفعل. قال: والله العظيم سأنحره كما تنحر الخرفان، وليعلم أنه سيجد أمامه ولد المختار، وما عليه إلا أن يسأل عمن يكن ولد المختار إن هو شك في قدرتي على فعل ما أقوله. هل سمعت؟ ثم أقفل الهاتف، تحرك في كرسيه وحاول أن يرى وجه الحاج العربي، ولكنه لم يتمكن من ذلك، جرمه الكبير لم يسعفه. كان السائق يلتزم الصمت وهو يعالج منعطفا قرب مندوبية وزارة التعليم. في تلك اللحظة مال إليه الذي بجانبه، وظن الحاج العربي أن الرجل بلغ وجهته ويريد أن ينزل في مكان قريب. لم يخب ظنه، توقفت السيارة، دفع للسائق أجرته ونزل. كانت فسحة زمنية قصيرة رأى فيها الحاج وجه ذاك الذي لم يكف عن الكلام في الهاتف على مدى المسافة التي شاركه فيها الطريق. وما أن تحركت السيارة وشوهد يمشي مبتعدا حتى تكلم السائق وقد فكت عقدة لسانه. من الناس من لا يحترمون الآخرين ويملؤون كل الفضاءات بأصواتهم وصراخهم وضجيجهم. لقد لاحظت معي أنه لم يتوقف عن الحديث مذ ركب، وقد صرت أعرف كل مشاكله ومشاكل أصحابه. يبدو أنه مقاول في البناء، قال الحاج العربي. مثل هؤلاء يدعون أنهم مقاولون بيد أن كل مشاريعهم في البناء العشوائي. ضحك السائق ورفع بصره إلى المرآة العاكسة علّه يلمس تجاوبا من زبونه الوقور، ولكن الحاج العربي ظل صامتا وتظاهر بأنه لم ير محاولة السائق تلك. نظارته الشمسيتان تحولان دون رؤية عينيه وقراءة ما تحدثان به. وما لبثت السيارة أن وصلت المحطة الطرقية. نظر سائق التاكسي في المرآة بما فهم منه الحاج العربي أنه يسأله إن كان سينزل هناك، أشار إليه بأن يتوقف، دفع له أجرته ونزل، توجه إلى وكالته البنكية. لم يمكث هناك سوى نصف ساعة، ثم توجه إلى السوق، اشترى لحما وخضرا وعاد إلى منزله. أمضى يومه ذاك كما يمضي كل أيامه. كان آخر خروج له من البيت إلى مسجد الحسن الثاني لأداء صلاة العشاء. بعد أسبوع انتبه إلى أن ذاك 18 من ماي لم يكن يوما كسائر الأيام التي يمضيها بغير قليل من الرتابة مذ أحيل على المعاش قبل 5 أعوام. في صحيفة محلية قرأ خبر اكتشاف جثة رجل غير بعيد عن مقبرة سيدي مسعود. كانت الجثة التي وضعت في كيس كبير من البلاستيك في بداية تحللها. نقلت الجثة إلى مستودع الأموات، وسريعا تبين أن الضحية تعرض للذبح. لم تكن المرة الأولى التي ينشر فيها خبر عن مثل تلك الجريمة، ولكن هذا الخبر بالذات استوقف اهتمام الحاج العربي بن تهامي. أعاد قراءة الخبر مرات، ومن أعماقه جاءه ما ذكره بذاك الرجل الذي قاسمه سيارة الأجرة لما توجه إلى وكالته البنكية. لعل تهديده بقتل أحدهم وذبحه كما تذبح الخراف هو ما ذكره به. فيما جاء في تلك الصحيفة المحلية فإنما توفر من معطيات
يفيد بأن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره يدعى محسن. مرت عدة أيام على اكتشاف الجثة لما تسلمت مصالح الأمن من أحدهم وثائق قال إنه عثر عليها في مقبرة سيدي مسعود التي عثر على جثة الضحية غير بعيد منها. بين تلك الوثائق بطاقة تعريف لشخص يدعى محسن عبدان من مواليد العام 82-900-1000 يسكن دوارا في ضواحي الراشدية. في جملة تلك الوثائق التي تم تسليمها إلى الشرطة رخصة سياقة للشخص نفسه وفاتورة من محل لبيع مواد البناء في مكناس. كانت الشهادات التي تلقاها الباحثون قد أجمعت بأن الضحية يدعى محسن، ولذلك تم سريعا الانتباه إلى أن الوثائق التي جيء بها إلى المقر المركزي للشرطة إنما هي وثائق القتيل. أخضعت للفحص وتبين وجود بصمات عديدة عدا بصمات الضحية. شهرا بعد نشر خبر تلك الجريمة البشعة في يوم من أواخر يونيو، بينما كان الحاج العربي بن تهامي جالسا بمقهى في شارع يعقوب المنصور، رأى رجلا يقبل وهو يضع هاتفه النقال على أذنه اليسرى. لما اقترب انتاب الحاج العربي إحساس بأنه رآه من قبل. كان ذا بنية قوية. ما لفت انتباهه أكثر الوشم الذي على ظاهر يده ورقبته المسطحة. ثم إنه تذكر ذاك الشخص نفسه الذي كان في التاكسي ذلك اليوم والذي هدد بذبح أحدهم. كان الحاج متابعا لأخبار جريمة القتل تلك التي عصفت بحياة ذلك الشاب الثلاثيني. تساءل وهو ينظر إلى الرجل الذي يقبل، هل يكون نفذ تهديده؟ هل يكون هو القاتل؟ يذهب بعيدا بخياله. لما صار بمحاذاته كان يواصل مكالمته الهاتفية، هو الصوت الخشن ذاته. نظر إلى الحاج نظرة اخترقته، أحس بها تخترقه، وخيل إليه أنه سينقض عليه، يمسك به وينحره كالخراف كما هدد بذلك من كان يتحدث عنه في التاكسي. ولكن الرجل مضى ولم يتوقف، ظل الحاج العربي يتبعه بنظراته حتى توارى عنه. جاءه من أعماقه صوت وسوس له بأن يبلغ الشرطة بما سمعه ذاك 18 من ماي وهو في التاكسي. تذكر واحدا من طلبته التحق بأسلاك الشرطة. لم يسقط من حسابه احتمال أن يكون الرجل بريئا، ولكنه حسم اختياره وتوجه في صبح اليوم التالي إلى مفوضية الشرطة حيث يعمل تلميذه السابق. أبلغه بالحديث الذي دار على مسمع منه، ثم عاد إلى منزله ولم يخبر أحدا. بعد أقل من أسبوع اتصل به الضابط تلميذه السابق وأبلغه بأن التحريات أفضت إلى اعتقال أحد الأظناء. كانت الأوصاف التي ذكرها الضابط تنطبق تماما على ذي الرقبة المكتنزة. بعد تعميق التحقيق معه اعترف بالجريمة وبأنه قتل ذلك الشاب محسن عبدان لأنه كان يرفض أن يعطيه 7,000 درهم زعم أنها نصيبه من وساطة قام بها في بيع منزل. وأدرك الحاج العربي أن قرار إبلاغ الشرطة كان قرارا صائبا.